إلى أن وصل الحال إلى هذه السنة، وتم وجود مؤشرات. أولها كانت عملية موضوع سرقة القرن، ووجود مبلغ 3 مليار دولار تم استخدام جزء كبير من هذا النظام في تحويل هذه الأموال إلى خارج العراق. فبالتالي اليوم وصل الفيدرالي الأمريكي إلى قناعة لا لبس فيها بأنه يجب اليوم إيقاف أي تساهل أو أي تخفيف من عملية تحويل على النظام المالي للدولار إلى خارج العراق. طيب خليني أسألك هنا سؤال يطلب نفسه يا سيد منار العبيدي. طالما الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي يعرف حركة الدولار وين يطب وين يطلع وين ينام وين يتحول إلى عقار، ويعتقدون أن هاي الأموال مشبوهة، لماذا لا يضع اليد عليها بكونها أموال مسلوبة للشعب العراقي ويعطينا أرقام الخزانات والأموال والمصارف الموجودة فيها حتى ذاك الوقت يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هسه الجماعة يقول لك وإذا قال البنك الفيدرالي وإذا حاجة خلي يطلعون الشعب العراقي هاي الأموال باسم من بيا مصرف إيش قد حجمها وين صارت وإلمن، وأنه قد تم وضع اليد عليها حتى نعرف الصداق من الكذاب، لأن الولد حرامية وما نقدر نصدق يعني بيهم. دور الفيدرالي الأمريكي اليوم هو مو من دوره أنه يوضح للإعلام، هو الدولار مالته، يقول هذا الدولار مالتي، تريدون تبوقون وتحولون فلوس الغير جهات روح استخدموا غير عملات، عندكم اليوان الصيني، عندكم الدرهم الإماراتي. أنا بالنسبة لي دولاري أنا من أشوفه يروح الأماكن معينة وينطي وثائق وأدلة على وجوده للبنك المركزي والجهات العراقية، المفروض انه ياخذ اجراء البنك المركزي. زين طيب البنك المركزي الان الإجراء عندك كشوفات بالمبالغ التي نهبت وصارت غسيل اموال من قبل الخزانة الامريكية، عندك معلومة لو تستنتج؟ نعم نعم نعم، انا متأكد انه الفيدرالي الامريكي على مدار فترات متباعدة قدم مجموعة من الأدلة عن أن هناك أموال ذهبت إلى جهات غير الجهات التي كان من المفترض بالأوراق أن تذهب لها، وقاموا بتقديم الأدلة إلى البنك المركزي العراقي. فهذا جزء من موضوع العملية. كما ذكرت اليوم البنك الفيدرالي أو الجهات الأمريكية تقول لك هذا الدولار مالتي واني أتحكم به، أنا أقول هذا وين يروح؟ لأي دولة لأي جهة؟ إذا تريدون أنتم كبلد تريدون تتخلصون من سطوة الدولار، روحوا بيعوا نفطكم وروحوا استوردوا بأمور ما لها علاقة، لا تتقربون من الدولار ماتي، روحوا تعاملوا بغير عملات.